بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين، ولسه مكملين في الفرحه وفي العيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. العيد فرحه اكيد، واجمل فرحه كمان. العيد فرحه لمن ادى العبادات والطاعه. العيد فرحه لمن فاز برضوان الله. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن ماذا بعد العيد، وكيف ادى الطاعه اللي عليا، وكمان هنتكلم عن حكم زياره القبور. وخلونا نرحب ونعيد على ضيوفنا. والاول انا بعيد عليكم، وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا، وبقول للشيخ ياسر عبد القوي الداعيه الاسلامي، اهلا وسهلا بحضرتك، وكل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا وسهلا، نورتنا النهارده. الله يبارك فيك. استاذ عفاف عيد خبيره التنميه البشريه، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه، نورتونا. الله يبارك فيك. هبدا بالشيخ ياسر، وهنتكلم عن حكم زياره القبور في العيد. دايما جرت العاده المصريه ان احنا في ايام الاعياد بنروح نزور القبور، خاصه يا اما بيبقى اول يوم، وده اللي بيبقى في الغالب بعد الصلاه مباشره. دايما بنلم بعضينا الاهل كده والاقارب والاصحاب، يلا نزور ايه موتانا. عايزين نعرف حكم زياره القبور في الشريعه الاسلاميه، وخاصه في وقت العيد. طيب، الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين. نشهد أن سيدنا وحبيبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، رحمة الله للعالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا أستاذة هنا، ومرحبا بالأستاذة الكريمة، تشرفت بوجودكم، ومرحبا بجمهور قناة الصحة والجمال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العيد عيدا سعيدا علينا وعلى الأمة الإسلامية، اللهم آمين. حضرتك بتسألي على حكم زيارة القبور في أيام العيد. نعم. طيب، هي زيارة القبور يعني سبحان الله، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هناك خطأ سيحدث في الأعياد. بداية خلينا نقول كده، كأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيعلم أن هناك خطأ سيحدث في أيام الأعياد. نعم. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، وخاصة في أيام العيد. لماذا؟ لأن العيد ده أيام الفرح، أيام السرور، أيام يعني إدخال البسمة والسعادة على الأولاد وعلى الزوج وعلى الزوجة وعلى الأقارب وعلى الجيران، هذا هو العيد. لكن أن يصير العيد حزن ونتذكر ميت أو ميتة عندنا، وينقلب العيد إلى حزن، لا. فإذ بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ينهي عن زيارة القبور، وخاصة للنساء، وخاصة للنساء. هل هناك حديث يعني ينهي عن زيارة القبور؟ حاضر، ماشي، هنقول إن شاء الله. حاضر، ولكن معذرة يعني كان في بعض الآراء الأخرى، من جعل زيارة القبور حتى في الأعياد طيب غير محرمة، واستدل بالحديث إن قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وإن هو لم يحدد ميعاد لا يوم عيد ولا يوم إيه من الأيام خاصة يعني لزيارة القبور، يعني فمتيحة بقى زيارة القبور في أي وقت. طيب، تأصيل مسألة، أصلا هم العلماء اختلفوا بالنسبة لزيارة القبور بالنسبة للنساء. نعم. لكن هي للرجال باتفاق جائزة. نعم. يعني جمهور الفقهاء جميعا متفقون على أن زيارة القبور في أي وقت بالنسبة للرجال جائزة. تمام. لكن الخلاف زيارة النساء للقبور، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نعم. لكن الخلاف بين الحرمة في الحديث عن زيارة النساء للقبور، الحرمة، والخلاف بقى عند النساء. بعض الفقهاء حرمها اطلاقا، استدل بالعيد نعم، حاضر، في العيد وفي غير العيد. نعم. بالنسبه للنساء بعضهم حرموها اطلاقا. نعم. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور المتخذات عليهن السرج. فهذا لعن صريح من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تزور هذا القبور. يعني هذا رأي، صحيح، هذا رأي وله دليله. نعم. عندنا رأي آخر قال بكراهية الزيارة، وليس يعني يكره. عندنا رأي ثالث قال يعني الزيارة جائزة إذا كانت إيه، إذا كانت فيها يعني نوع من عدم النواح، إذا كان فيها أدب زيارة القبور. بالضبط، إذا كان فيها إن إحنا ما نخرجش عن أداب الدين من النياحة والبكاء واللطم وتذكر الماضي والأحزان والكلام ده كله. نعم. هنا إيه؟ يجوز الزيارة، وده الرأي الراجح. لأن ده الرأي الراجح. ليه؟ نعم. استندوا طبعًا برواية وردت عن سيدنا عن ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
لما زارت عبد الرحمن أخيها بن عبد عبد الرحمن نعم. رضي الله عنهم أرضاهم، فسئلت في ذلك فلم تنكر، والصحابة واستدلت بالحديث إني قد نهيتكم عن زيارة نعم القبور. نعم إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، وقيل القبور. لها ألم ينهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور فكيف تزوريها يعني؟ فقالت لهم لا، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما نهانا أمرنا بزيارتها. جميل، فهذا رأي السيدة عائشة. نعم. وده الرأي الإيه المأخوذ به. فإحنا بنقول إذا كانت الست أو المرأة بصفة عامة هتزور القبور يبقى تخلي بالها بقى. لو هتزور القبور ممنوع النواح، ممنوع الكلام بغير الدعاء، ممنوع الأحزان، ممنوع اللطم وشق الجيوب. نعم. كل ده ممنوع منعا باتا، وإلا صارت الزيارة محرمة. ده احنا حتى في بعض الآراء أنا نسيت أقول إن 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 الفقهاء لم يبيحوها إلا للقواعد من النساء، المرأة الكبيرة في السن، العواجيز. نعم. لكن الشواب كما ورد ممنوعة. فعلى كل، لو الأخت هتزور المقابر يعني احنا بنفضل بلاش يوم العيد. نعم. بلاش، لان احنا لا نضمن المراه لما تذهب الى القبر هناك الا يحصل، بلاش ضامنين ديت. فاحنا بنقول بلاش، لكن لو خلاص مصره تروح مع قرايبها المقابر يبقى تلتزم الادب عند القبور، لا تبكي، لا تعيط، لا تقول كلمه كده، لا كده، اي كلام تقول ممنوع. نعم. عشان ما تخشش تحت ايه وعيد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. لكن بالنسبه للرجال هي باتفاق جائزه بل مستحبه للرجال، فزروها فإنها تذكركم الآخرة كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ولكن هو مستحب مش في أيام العيد بقى، فيما عدا أيام العيد. فيما عدا أيام العيد، وخاصة أن العيد فرحة، يعني هو ما ينفعش أن أنا نكد على نفسي يعني. وده اللي احنا بنقول بالضبط، وده اللي هرجع أسأله الأستاذ يعني عفاف. من البدع المستحدثة حضرتك أن الناس بتصلي العيد وتذهب للمقابر، هذا لم يرد ابدا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. بالضبط كده، العيد فرحة يا أستاذ عفاف، ليه احنا دايما بنكد على نفسنا في العيد؟ يعني دايما الشعب المصري مش بيبقى عايز يفرح، او لما بيفرح كده حتى بينتظر بعد الفرحه بالظبط النكد. بيربط دايما الفرح بانه يتذكر مثلا ما فقده من اهله، فبيربط الاثنين من بعض. فطالما ان العيد طالما هو شعيره من شعائر الله فلابد من تعظيمها. نعم. لابد ان احنا نعرف اولادنا صوتها فين؟ بمعنى العيد. بفرحه العيد، لان العيد حصلت في بعض المواقف جميله جدا لازم نعرفها. العيد يعني ربنا سبحانه وتعالى ده مكافاه لينا بناء عن عبادات العبادات. نعم، والصبر. خاصه ان احيانا بتبقى زي رمضان ان احنا بيفرض علينا الصيام، فالصيام بيبقى شاق احيانا لبعض الناس، فلما بيجي بعد العيد لا، ما هو ربنا بقى بالظبط كده بيكافئنا بقى على التزامنا بالطاعات والعبادات وان احنا اديناها تمام. واحنا زي ما قلت برضو في المقدمه، العيد مش بس اللي هما يعني مش فرحه لبس واكل، لا، العيد فرحه ان احنا ادينا العبادات وادينا الطاعات وربنا. نعم. الحمد لله تقبلها منا، فلابد من التعبير عن الفرحه دي بان احنا نشعر اولادنا بان احنا نتودد اليهم في صله رحم، ندعم بقى بما امرنا به من ناحيه النواحي الدينيه كلها. نعم. صله الارحام، التصدق، زياره الاقارب، مشاركه الفقراء والمساكين الفرحه اكيد. نعم. ودي من خلالها بنحس بالفرحه. ان احنا نشعر الاخرين بالفرحه. طيب برضو لما اجي اتكلم عن العيد فانا بتكلم عن اللمه وبتكلم عن الصفح، وزي ما قلتي ان احنا بنشارك الفقراء والمساكين، نعفو ونصفح ونصالح بين الناس، ازاي اعمل الحاجات دي كلها برضو؟ لابد دي تعاليم اسلامنا، ان احنا دايما لازم ندعم الاسلام في التسامح والتراحم والايثار، ان احنا نقصر الاخرين الغير. نعم. عن انفسنا. نعم. دي بتحسسنا اصلا بالفرحه. اما اشوف الغير غيري فرحان طالما ان انا في بتقرب منهم من خلال الكرم. الكرم دي صفه جميله جدا لازم تتزرع بيننا وبين اللي حوالينا وخاصه الجيران. يعني ما هو لما اجي اتكلم معانا نقطه الجيران، يعني العيد احنا زي ما قلنا المفروض ان هو لم جمع بقى بين اهل، بين اصحاب، بين جيران. للاسف الشديد يعني اغلب المصريين دلوقتي افتقدت عندهم حته ان انا اروح يعني اعيد على جاري وازوره، ان انا اتودد اليه. حتى في العيد لا، احنا ما بنعرفش بعضينا، حتى يعني بيبقى جاري الملازم ليا انا ما اعرفش اسمه ايه، انا ما اعرفش هو مين.
للأسف. فإن أنا إزاي بقى أدعو الشعب المصري إن إحنا نرجع بقى لتعليم ديننا، تعليم ديننا ما هو وصلنا إن إحنا لا لازم نزور جارنا. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من مات شبعانا وجاره جائعا. والرسول وصانا بسبع جار، يعني وصى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وصانا بسبع جار. يعني وعدد السبع جار ده في مش سبع بس، ده في بعض الروايات بتقول لك 40 عن اليمين عن الخلف، ولو عماره يعني فوق وتحت 40 فوق و40 تحت. لا في حكايه مين هو الجار اللي وصانا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ده فيها اقاويل كتير. يعني قيل ان هي المدينه كلها، المدينه باكملها تعتبر جار ولها حقوق الجيره عليا لازم اوديها. قيل ان هي الحاره او المجاوره زي ما احنا بنقول، المكان يعني المحدود او الحرف اللي احنا فيه هو ده مكان الجيره. فاحنا لو نرجع لديننا هنلاقي فيه تعليم كتير بتوصينا على الجار. لكن لما اجي اتكلم من الناحيه الاجتماعيه، انا بتكلم يعني من واقع الشعب المصري اللي احنا عايشين فيه، ليه احنا ابتعدنا عن حته ان احنا نعرف بعضينا، وليه خايفين اصلا من ان احنا نعرف بعضينا؟ ممكن يكون نقص ثقافه. وده للاسف يعني المفروض نرجع تاني، حتى لو رجعنا مثلا لايام زمان، ايام اجدادنا، ايام الفراعنه، بنجد اصلا في طقوس اللي هي الدينيه دي خاصه اللي هي مرتبطه بالحاجات بالاشياء الروحانيه. فلازم نعلو بالروحانيات، الروحانيات اللي بما فيها صلاه وصوم وتفكر وتامل، ندعم كل ما بداخلنا، فبالتالي ده هيوصل بينا نحن درجه الايثار، درجه التراحم بيننا وبين بعض، درجه معرفه الجار. تمام. انا هرجع تاني لفضيله الشيخ واساله عن حكم الجلوس على القبور ووطئها بالاقدام. يعني احنا في يعني اخطاء او غلطات بنرتكبها عند زياره القبور، عايزين نتجنب تلك الاخطاء ولكن نتعرف عليها اولا، وهي زي مثلا الجلوس على المقابر ووطئها بالاقدام، دي حكمها ايه في الشريعه الاسلاميه؟ طيب، هو لازم نتفق جميعا ان الميت ده له حرمه مثله مثل الحي، بل قد تكون حرمته اشد من حرمه الحي. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، فلذلك احنا منهيين عن حاجات كتير قوي بتحصل عند الايه، عند بعد الموت، وللاسف بيقع فيها كثير من الناس ولا حول ولا قوه الا بالله، زي مثلا لم رفات عظم الميت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده انا لازم يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قصه حقيقيه يعني حصلت او حدثت امامي فلازم اذكرها لحضرتك، ولكن اخذ الاتصال الاول معانا. استاذ علي، استاذ علي لسه موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال الشيخ سليم. اتفضل مع حضرتك. هو حكم الصلاه في المساجد اللي فيها القبور؟ نعم، في المساجد اللي فيها القبور. والسؤال الثاني، حديث يعني هل هو صحيح سياتي زمان على امتي يقف فيه الحي على قبر الميت ويقول يا ليتني كنت مكانك؟ حديث ما معناه عشان تقولش نفس الحديث. حديث ما معناه، هل الحديث ده صحيح؟ وفي سؤال ثالث معلش لو اتفضل. بارك الله فيك. هو ايه افضل علاج بالنسبه لل للتحسين من العين والحسد والسفر والحاجات دي؟ يعني بعد الرقية الشرعية زي آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والمعوذتين وأذكار الصباح والمساء. تمام. تحسين بالنسبة للعين والحسد. تحسين يعني من الحسد. تمام. كل سنة وحضرتك طيب، وبشكر حضرتك على اتصالك. أشكرك يا فندم. هو انا برضو كان معايا سؤال عن الصلاه في المساجد التي يتواجد بها القبور او الاضرحه. طب نجاوب ولا نكمل الجزء الاول؟ لا هتكمل الاول وبعد كده نرجع نجاوب على الاسئله. نخلي الجواب في الاخر. نعم. افضل. طيب. نعم. ماشي. احنا قلنا الميت له حرمه حضرتك، مثله مثل الحي بل اشد كمان. نعم. فمنهي مثلا عن ان انا الم رفات عظم الميت الا لضروره. يعني دايما احنا لما يعني في القرى قلت حضرتك، لا عندنا في القريه لما بنيجي ندفن حد بندفنه سواء في حاجه اسمها فسقيه اللي هي ايه، بيتجمع فيها اكثر من ميت. فانا لما بدفن ميت وبرجع ادفن اللي بعديه، فانا بلم العظم او الرفات على جنب علشان ايه، اقدر ادفن الميت الجديد. ده حكمها ايه بقى؟ هو في الاساس
في الاساس والاولى والاصوب والسنه يلحد للميت لحد، ودي اللي اختفت في كتير في مقابر المسلمين، ودي مشكله. احنا سمعنا على المقابر ذات الادوار المتعدده دلوقتي. لا احنا دي مشكله كبيره ومن علامات الساعه وامر خطير، لا حول تزيين القبور والكلام ده كله والتشييد. فاحنا خلينا معادلنا شويه، ديننا بيقول اللحد. لو هنتكلم في السنه بقى والاصول اللي هو المكان ده لحد الذي يدفن فيه الميت في وحيدا في جانب القبر ويبقى لوحده وما يطلعش ابدا الا بقى الضروره. فاحنا قلنا الضروره زي ايه مثلا؟ زي يعني مثلا مقبره حواليها ميه، في ميه ظهرت مره واحده في المكان فمضطرين نشيل الرفات، يبقى ده حفاظا عليه مش اهانه ليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر عظم الميت، وقال ان كسر عظم الميت ككسر حيه. لما تكسر عظم واحد حي كده زي نفس القصه برضو بالنسبه للميت. فدي مساله جزئيه برضو ان احنا نطق المقابر بالاقدام فيها نهي صريح من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. جزئيه ان انا اقعد على المقبره نفسها يمكن بنشوفها في بعض الجنائز، في ناس بتقعد على المقبره. ديت فيها نهي ووعيد شديد من سيدنا الرسول. يعني خاصه واحنا بنتكلم على الاعياد، لو في زياره من الاهل للاقارب المتوفيين في الاعياد فبياخدوا معاهم الاطفال، فبيسيبوا اطفالهم نخلي بالنا بقى نخلي بالنا يوطئوا بقى المقابر لان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لان يقعد احدكم على جمره، شوف الوعيد، لان يقعد احدكم على جمره فتخلص الى جسده خير له من ان يقعد على قبر مسلم. فالموضوع كبير، فخلي بالنا بقى لو معانا اطفال رايحين المقابر، لو معانا حد مثلا مش فاهم فقه المقابر القبور نبين له هذه الامور. لما اجي اتكلم برضو عن سبب الحرمانيه في مساله الجلوس على المقابر، هو يعني هو الميت بيحس ان انا قعدت عليه كاني قعدت عليه وهو حي؟ ده بحث طويل جدا بين العلماء وفيها اختلاف كبير قوي، حتى ان عندنا الامام ابن القيم ليه كتاب جميل اسمه حاد الارواح الى بلاد الافراح، بيتكلم عن الروح، هل الروح بتحس؟ هل الروح بتتقابل مع روح ميتة أخرى؟ طب هل روح الحي بتقابل روح الميت؟ كل ده ابن القيم رحمه الله فصله في كتابه، وده الراجح من السنة إن فعلا الأرواح بتتلاقى وتتقاوى وتتزاور وبتسأل عن بعضها، وروح الميت اللي مات في الأول بيسأل عن الميت اللي بعده، ولما يعرف إن هو ما راحش عندهم هناك فوالعياذ بالله يعرف إن روح مكان اسمه سجين فيه الأرواح محبوسة معذبة. فديت مساله موجوده، فلذلك مساله خلافيه والواحد واحنا نفهم من خلال احاديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما هو امرنا ان احنا بنلقي السلام على المقابر. نفهم منها ايه؟ ان هم موجودين، اكيد هم اكيد روحوا بيردوها الله. واذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره علمنا وقال يعني من صلى علي صلاه صلى الله به علي عشره. قال يا رسول الله كيف تصلي يعني او كيف تعلم؟ قال ان الله ارسل ملكا فياخذ هذه الصلاه فياتي الى قبري فيرد الله تعالى روحي فارد على صاحب الصلاه الصلاه، او كما قال النبي. وده بيعلمنا برضو احنا من خلال القاء السلام على الاموات عندنا. روح الميت بترد عليك السلام، والا كان السلام بلا فائده بقى. ولذلك سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف على موتى غزوه بدر من الكفار فناجاهم ونادى عليهم يا اهل المقابر يا مشركين هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ يعني انتوا شفتوا اكيد الجزاء بعد ما ماتوا ودفنوا في قليب، وخاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد من الصحابه رسول الله يقول يعني هل يسمعونك؟ يعني هم سامعينك؟ فقال والله ما انتم باسمع مني، ما انتم باسمع بي منهم. فهم سامعين نبع السلام، وده بيعلمنا فعلا ان ربنا سبحانه وتعالى بيرد روح الميت وبيرد علينا السلام وبيحس بالزياره والكلام ده كله. برضه لما اجي اتكلم ان في الاعياد بنصطحب معانا المشايخ او قراء القران الكريم عند زياره القبور علشان يقراوا القران، ودايما معتقدين ان قراءه القران بتوصل الميت فبتزيد من حسناته وبتعفو عن سيئاته. ده حقيقي؟ يعني هي فعلا قراءه القران مستحبه للميت؟ والله هي مساله خلافيه بين العلماء. هل ثواب القراءة بيصل الميت ولا لا؟ وخاصة عند المقبرة. أنا الراجح من خلال قراءتي في هذه المسألة إن الراجح إن الميت بيصله ثواب القراءة. إن الميت يصله ثواب القراءة. لأن إحنا عندنا برضو روايات وآثار يعني اقرأوا ياسين عند موتاكم، وإن كان البعض ضعف الحديث يعني، لكن فيه ما يعضده وما يقوم الأحاديث والروايات صحيحة. فأي عمل صالح، احنا بنقول أي عمل صالح، ولا شك إن قراءة القرآن من أجل الأعمال الصالحة، بتصل للميت وثوابها بيصل للميت.
والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على ثلاث حاجات واحنا كلنا عارفينهم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، نعم. صدقه جاريه ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به. نعم. فالدعاء اكثر واهم شيء الميت بيحتاجه مننا ان احنا نخلص له في الدعاء. نعم. ومش لازم نروح عند المقبره وندعي، احنا ممكن ندعو في اي مكان. نعم. في كل صلاه، وخاصه يا جماعه الدعاء للابوين. ربنا بيقول وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمطلوب منك يا اخي الحبيب على الاقل 5 مرات كل يوم تدعو لابويك بالرحمه. وديت اللي احنا اتعلمناه من قول ربنا سبحانه وتعالى ان اشكر لي ولوالديك. الله سبحانه وتعالى طلب منا الشكر، احنا بنصلي 5 مرات في اليوم الليله شكر لله. نعم. فكذلك طاعه الوالدين او بر الوالدين مقرون بعد. برضو ربنا نعم. قرن شكره بشكر نعم. ايه بشكر الوالدين بشكره سبحانه وتعالى. أنا أشكر لي ولوالدي. فأنا زي ما بشكر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. 5 مرات في الصلوات، بعض العلماء قال كده وفهم كده وقال لنا كده. فكذلك برضو على الأقل أدعو في كل صلاة من 5 صلوات إيه لأبي أو أمي المتوفاة. نعم. ولو مش متوفين ندعو لهم بطول العمر زي ما بنقول على الميت والحي ويحسن ختامهم. كل ده مطلوب. نعم. إحنا معانا اتصال من أم إسلام. اتفضلي يا أم إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبخير. وفضلت الشيخ طيب وبخير. وانت بالصحة والسلامة. لو سمحت يا فضلت الشيخ، ليا أخويا عاوز يتجوز على مراتي. فهي يعني مراتي يعني كويسة ومش ناقصة حاجة. فقولنا بنت عمي يعني ملهاش أخ ومطلقة. فهو كان عاوز ياخدها الأول قبل مراته بيدي فما قسمش نصيب. فهو عاوز دلوقتي حاليا يتجوزها. فهي خايفه لا تظلم مراته. هل كده حرام يا فضيله الشيخ ام لا؟ هو ايه اللي حرام بقى، ان هو يتجوز ولا ان هي اللي زوجه ثانيه خايفه لا تظلم الزوجه؟ يعني هي تظلم مراته مثلا يا فندم. طيب الزوجه الثانيه ولا الزوجه الاولى؟ صح، الزوجه الثانيه ولا الاولى؟ لا هي اخ بنت عمي هتبقى الزوجه الثانيه. انت بقى هي يعني اخويا اللي عاوز يتجوز، هي دي اللي خايفه تظلم زوجته الاولى. لا يعني هي ملهاش اخ يعني، وابوها متوفي واحده هي والدتها بس يعني، وكانت متجوزه قبل كده وما قسمش نصيب. فهي ملتزمه وبتاع ربنا وكويسه ومتقبله. تمام ماشي. فهو يعني كده لو اتجوزها يبقى مراته الاولانيه ما تعرفش يا فندم وما قالهاش لسه دلوقتي. يقول مش هعرفها الا بعد كتب الكتاب. قال كده يبقى بنت عمي اللي هي هتتجوزه. وصل يبقى كده هتشيل ذنب. ماشي يا فندم، سؤال حضرتك وصف ده الشيخ هيرد على حضرتك واشكرك على اتصالك. طب نجاوب عليها الاول. طيب اللي احنا فهمناه من السؤال ان هي بتسال ان قريبها ده كان في مشكله بينه وبين مراته وبالتالي لا هو ما كانش في مشكله، ولكن هي الزوجه الثانيه كان عايز يتجوزها قبل ما يتجوز ولكن ما حصلش نصيب، وعايز يتجوزها بعد كده، عايز يتجوزها دلوقتي بدون علمه وبدون علم الزوجه الاولى. والله احنا هنا بنقول والصلح خير، يعني انت لو تقدر تصلح ما بينك وبين زوجتك الاولى فالصلح خير، لكن لو عندك ظروف بس أو هي كمان زي ما فهمت ان هي مطلقه، يعني هي مطلقه فيعني دلوقتي احنا دايما خاصة التعدد برضو وشرعه الله سبحانه وتعالى، يعني هو مش حرام اللي هيعمله، بس نصيحة ليه. نصيحة ليه نقول له لو انت قادر تتجوز الثانية وما تظلمش الأولى مفيش مشكلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، بس شريطة ألا إيه فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فانت حاسس من نفسك ومتاكد ان انت مش هتظلم الثانيه. نعم. ديت الاولى مش هتظلم الاولى. بس يكون عندك يعني احنا بنقول يكون في اسباب. لان يعني غالبا بيحصل مشاكل فيما بعد، بيحصل ممكن يحصل ظلم للزوجه الاولى، فيا حبيبي يكون عندك يعني ايه سبب داعي، في سبب داعي لذلك ما فيش مشكله. بتسالنا بقى تعرف ما تعرفش، هي في القانون لازم تعرف. في القانون قرار كده ان هي تعرف بتوصلها ورقه ان هو بيتجوز. ماشي ده القانون، ولكن احيانا هي لو عرفت هتحصل مشكله، ولو ما عرفتش ممكن تكون الامور ايه تمام بقدر. يعني بيمشي حاله. الضروره بتقدر بقدرها. ماشي. لكن احنا برضو استاذ علي كان سالنا 3 اسئله خلينا نجاوب عليهم برضو قبل ما نسال حضرتك سؤال اخر. بيقول الصلاه في المساجد حكمها المساجد يعني اللي فيها قبور واضرحه. بص يا اخ علي، هي الصلاه اللي فيها قبور دي مساله خلافيه بين العلماء. خلينا برضو نقول يعني بصراحه كده هي مساله خلافيه بين كبار العلماء. لكن مع يعني اختلاف العلماء والاراء الكثيره الوارده عنهم
في الاخر بنجد مسوغ إن انك تصلي في مسجد فيه مقبره، بس بشرط الا تتخذ المقبره او ما تكونش رايح تصلي عشان المقبره اللي في المسجد. دي حاجه. وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. نعم هو يعني انت مثلا على فرض، على فرض ادي مثال بسيط، هو مر مثلا على مسجد سيدنا الحسين. نعم. او اي مسجد ما في في قبر بقى. نعم. اذا حانت او وجبت الصلاه لا ادخل صلي. ادخل صلي، بس انت داخل انت مش ناوي تصلي للقبر، انت بتصلي لسبحانه وتعالى. نعم. فدي مساله خلافيه يعني ايه عند الضروره ان شاء الله ما فيش مشكله باذن الله. احنا معانا اتصال من استاذ احمد، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. الاتصال لسه موجود؟ اتفضل يا استاذ احمد. طيب يا استاذ احمد كلمنا مره ثانيه. كان برضو يا فضيله الشيخ هو سال سؤال، حديث سياتي زمان على امتي، ان هو ما يقولوا ان احنا يا ريتنا مكان الموتى دول، فالحديث ده هو كان عايز يعلم صحته. حديث صحيح، هو ورد بروايات متواتره ان الحي في اخر الزمان، ودي علامه من علامات الساعه الصغرى. ان يمر الرجل كما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بقبر الرجل فيقول ليتني كنت مكانه. ليه؟ لان الميت الحي ده شاف فتن كتير وخايف من فتن كتير وخايف من انفتاح الدنيا عليه، او خايف من فتن والكلام ده كله، فهو بيتمنى ان هو يكون مكان في القبر ده. فحديث صحيح مش مشكله خالص يعني، لكن احنا ما بنتمناش الموت، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا قال لا تتمنوا الموت. فان كنت لابد فاعلا، لو انت بقى بتتمنى الموت، ربنا يطول في عمرنا جميعا في العمل الصالح ان شاء الله، فنقول اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وامتني ما كان الموت خيرا لي. ربنا يختار لك الخير سبحانه وتعالى. لكن احنا الياس لا ينقطع بنا لدرجه ان احنا نتمنى بقى كلنا ان نموت بقى ونخلص من الدنيا، لا. يعني الاسلام بيديك روح للتفاؤل، بيديك طاقه ايجابيه ما تكونش سلبي. موضوع الجماعه حتى الانتحار والكلام ده كله، ده ظاهره موجوده دلوقتي بتنم عن هذا، يعني هذا الاسلوب او هذا السلوك. فتلاقي ناس كتير بتتمنى او عايزه تموت، ونقول لك فلان انتحر وفلان انتحر. طب ليه؟ لان هو فقد روح الايجابيه او روح التفاؤل، او ضاقت به السبل او الحياه او كذا، فضعف ايمانه. فده مش المطلوب. المطلوب ان انا لما اقع في ضائقه او فتنه كبيره لا عاصمه منها الا الله سبحانه وتعالى، فانا بنقول في قراره نفسي كده، يا ليتني كنت من الاموات، او ليتني كنت مكان هذا القبر. ده اللي احنا فهمناه من الحديث يعني. نعم. برضه هو كان بيسال على التحصين من الحسد والعين. التحصين من الحسد والعين ده ايسر ما يكون، وللاسف برضه احنا ايسر ما بيضيع علينا. تلاقي الواحد مننا مثلا اولاده بيعيطوا بيبكوا بيصرخوا، في مشاكل في البيت، في مشاكل في الشغل والعمليه مش متظبطه والدنيا متبهدله عنده. ده علاجه بسيط جدا، اللي هو زي ما حضرتك بيسال كده، ازاي حصن نفسه؟ يا حبيبي انت عندك ايه واحده في القران الكريم، وهي اعظم ايه في القران الكريم كما علمنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، الا وهي ايه الكرسي. لو قراتها صباحا او مساء لا يضرك شيطان ولا عين ايه حاسد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في اذكار الصباح دايما عندنا ايه الكرسي، اعظم ايه في القران الكريم. عندنا سور بسيطه جدا كله حافظها، سوره الاخلاص والمعوذتين، قل هو الله، الفلق، والناس، نقراها صباحا ثلاث مرات ومساء ثلاث مرات، اذكار الصباح واذكار المساء. ودايما نحصن اولادنا بالسور ديت، كل فتره كده امسى على راس ولد الصغير او ابن الصغير واقرا السور ديت، واقرا ايه الكرسي. ودايما ادعو يعني بدعاء مأثور عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، او احنا بنمسى على راس الصبي كده من الحسد، فنقول اعيذك بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه وكل عين لامه. هكذا كان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيقول اعيذكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه وكل عين لامه. نعم. فنحافظ دايما على الاذكار ديت، ودايما يبقى القران في البيت وقليل من القران يبطل اي سحر طبعا. ايوه طبعا، سوره البقره قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم البقره يعني لا يستطيعها البطل السحره. والسحره طبعا يندرج تحتها العين والمس والسحر اي حاجه بقى. فدايما بيوتنا نتعهدها يا جماعه بالقران الكريم، شغل سوره البقره في القران الكريم. وعايزين القران يا جماعه ما يكونش عندنا مظهر كده وخلاص، احنا عايزين نفهم القران الكريم، عايزين نعيش مع القران الكريم. لما نسمع ايه في القران الكريم نفهم ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا، عايز مننا ايه. نعم. احنا فهمنا ايه من القران الكريم؟ مش للاسف دلوقتي يا استاذ هنا
بنجد ان ظاهره القران الكريم اصبحت محصوره في 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 يعني في طقوس وخلاص، صناديق العزاء، يعني تلاقي في العزاء نسمع قران يقول لك ده فيه ميت، مع ان ربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده خالص، قال لينذر من كان حيا. نعم، ما قالش من كان ميتا. دستور حياتنا. نعم، سوره ياسين هو دستور حياتنا، دستور حياه، منهج حياه يا جماعه. كل ما نقرب من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى ونعيش مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، والله هنستريح. قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نعم. عمرك ما هتشقى في حياتك، ولا الدنيا هتخبط معاك، ولا الظروف، ولا لا لا لا، سيب كل ده خلاص. نعم، ما دمت انت قريب من ربنا. من اراد الاخره فعليه بالقران، ومن اراد الدنيا فعليه بالقران. جميل، زي موضوع الصلاه برضه والحفظ بنوصي برضه. معانا اتصال، ما خلينا ناخده الاول وبعد كده نرجع فضل. نكمل حديثنا. استاذه منى اتفضلي. يا استاذه منى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. لو سمحت بقول لك، انا جوزي كان مريض من مرض السكر، ففطر رمضان كله ما كانش بيقدر يصوم. تمام. فضل وقت مش هيقدر يصوم برضه خميس، ايه الفيد اللي ممكن يدفعها عشان يعوض عن الايام دي؟ تمام. عند حضرتك اسئله ثانيه؟ لا، شكرا. كل سنه وحضرتك طيبه، واشكرك على اتصالك. وانت طيب. حضرتك طيب. يعني هي زوجها ما صامش رمضان وكمان مش قادر، وداخل على رمضان الثاني، يعني احنا فهمنا من السؤال ان ده مرض مزمن. نسال الله سبحانه وتعالى انه يشفيه ويشفي كل مريض ان شاء الله. فده يعتبر مرض مزمن، او مرض زي ما الفقهاء بيقول مرض مريض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه. نعم. وداخل في دايره السكر والكلام ده كله، ودي غالبا ما يعني بتستمر مع الانسان ما بتسيبوش. فيا حبيبي في الله، ربنا سبحانه وتعالى نص على الكفاره صريحه في القران الكريم. قال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي انزل فيه القران. وقال: فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يبقى الفدية هنا ايه؟ طعام مسكين. شوف حضرتك انت كنت بتفطر ايه في رمضان، او اكلك وشربك قد ايه في الوجبة. بتاكل مثلا ب 15 جنيه ب 20 جنيه في الوجبة بتاعتك، يبقى انت قدر كل يوم انت فطرته في رمضان، ال 30 يوم او 29 يوم بتوع رمضان تقدرهم كده. شوف انت وجبتك بتقف عليك بكام، لو انت هتفطر كل يوم صائم هيصرف معاك 20 جنيه من اوسط ما تطعمون اهلي، من اوسط ما تطعمون او يعني من الاكل بتاعنا اللي هو احنا عايشين فيه يوميا. فنقدرها بالشكل دوت ونحسبها في الايام ونطلعها لاي فقير من الفقراء. يجوز نطلعها لعدد من الفقراء، يجوز نطلعها لواحد معين او واحده معينه، بس تصل للفقير، ما تروحش في مكان ثاني، ما تروحش المسجد مثلا، ما تروحش لاي وسيله ثانيه الا الفقير، لان ربنا قال طعامه مسكين. فلازم ان احنا ايه دي الفديه بتاعتها. تمام. معانا اتصال اخر من الاستاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤال للشيخ معلش. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. ولا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك اكثر من مره وانا نايم عم احلم ان في ضرر هيجي عليا. تحلم بايه؟ ضرر. فعم اقرا ايه الكرسي دايما في المنام، برضه الضرر ده عم يتحاش. ده بس حضرتك بيه في المنام والضرر بيمشي في الحلم. تقرا الكرسي، ايه الكرسي، الضرر يزول عنك. تمام، صح. في الحال. تمام. طيب، عند حضرتك اسئله ثانيه؟ لا، بارك الله فيك، اشكرك يا فندم. طيب، ده مؤشر خير ان شاء الله، ودي رساله من ربنا سبحانه وتعالى بيقول له التزم. كان المولى سبحانه وتعالى بيقول له التزم، في حاجه غلط في حياتك. انت مقصر في الصلاه، انت مقصر في اي جانب خير. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يعني عن طريق الالهام او شيء زي مثل هذا، فكانت رساله من ربنا سبحانه بيقول لك التزم، وداوم على الصلاه، داوم على الذكر، داوم على طاعه الله سبحانه وتعالى. ما تنامش الا انت مثلا نايم على سنه، على طهاره، وضوء، مصلي ولو ركعتين قيام ليل، كل دوت ان شاء الله هيعصمك من حاجات كتير. يعني هرجع لاستاذه عفاف واقول لها: المراه في العيد دايما المراه بتبقى عمود البيت، وهي الحمل عليها في اسعاد البيت واسعاد من حولها، كيف بقى ادعو المراه لاسعاد البيت او اسعاد بيتها واسعاد من حولها؟ تمام. المراه عامه هي تعتبر هي مدرسه، المراه او الام بمعنى اصح، هي الام مدرسه، بتقوم بكل ما في البيت، بما فيه اولاد، بما فيه كل احتياجاتهم. فبالتالي المرأة محتاجة دعم جامد قوي من كل فرد من أفراد العائلة. دعم بقى نعمل لها إيه؟ دعم بمعنى إيه هنا؟ يعني دعم معنوي على الأقل. كلمة حلوة. نعم. الزوج برضو يدخل يقول للزوج: تكتر خيرك، تكتر خيرك على خاصة في الأعياد. التنظيف ده، التنظيف عند المصريات يعني أكيد. شيء مهم في الأعياد، يعني إزالة الغبار أكيد. والتنظيف أكيد. أو المسيح وغسيل السجادة، الله يكون في عونها. طبعا. فبعد ده كله إن إحنا محتاجين كلمة من الزوج أو الأخ أكيد. أو برضو الأبناء في البيت: كتر خيرك يا ماما،
كتر خيرك يا زوجتي. تقديرها يعني تقديرها معنويا والتعامل معاها باسلوب وما يمنعش برضو لو في هديه. اكيد 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 طبعا. ممكن برضو برضو خليها ازاي تسعد من حولها او هي تبقى سعيده. يعني بالنسبه لايه بالظبط؟ في البيت يعني دايما الست المصريه بتحب النكد، معلش دي الحقيقه. دي الحقيقه بجد. ممكن تكون مثلا يعني حتى في العيد دايما ايه بنفتكر موتانا وخاصه الستات عايزين نصح كده. لا بجد بحس ان الستات المصريات دلوقتي بيبقوا نكديين يعني. لا لازم حتى الفرحه بتستخسرها في نفسها للاسف. ما بس خلينا ناخد اتصال الاول. استاذه هناء اتفضلي. يا استاذه هناء. استاذه هناء لسه موجوده؟ طب عود الاتصال مره ثانيه يا استاذه هناء. ده حقيقي دايما بنستخسر في نفسنا الفرحه للاسف. فالمفروض بقى في دعم زي ما قلت استاذه هناء واستاذه، وبعدين رفع معنوياتها. مثلا ما فيش مانع ان احنا نعمل مثلا نجهز اي مفاجآت من اي نوع، كرحله كخروجه مثلا. في كمان نوع من حاجه عيد ميلاد، هو صحيح ممكن يقولوا بدعه ولكن طالما مفاجأة محتاجين مفاجأة. مفاجأة فاجئوهم يا جماعة في هدية. تمام. احنا بنحب الهدايا كتير صراحة، وبالحب بين أفراد العائلة بيبقى حاجة حلوة يعني. يعني هو ما ينفعش كلمة من يعني ما ينفعش رفع معنويات من غير رفع ماديات، لازم أكيد أكيد احنا بنعمل الحاجات دي. المرأة مادية أصبحت مادية. أرجع تاني لفضيلة الشيخ ونتكلم عن حكم زيارة القبور في الأعياد، وعايزين برضو نعرف عند زيارتنا للقبور ايه الاداب اللي احنا يجب ان نلتزم بها؟ بصفة عامة انا طبعا بستحضر النية وانا رايح المقبرة. ايه النية بقى؟ ان انا رايح اخفف عن الميت بدعوة، بزيارة قد تسره، زي ما احنا قلنا الارواح بتتلاقى وتتقابل وترد السلام على بعضها زي ما احنا فهمنا من النصوص. قالوا النية ديت اول شيء. دايما لو بالنسبه للمراه بقى لو هتروح المقابر تروح بثياب يعني ما فيهاش تبرج ولا سفر. تكون محتشمه. نعم. يكون الثياب بتاعها فضفاض واسع، لا يلفت لا يصف لا شف، الكلام ده كل شروط الحجاب بقى الحجاب الشرعي. نخرج دايما عدم التعطر، وديت مصيبه يا استاذه هنا برضو. يعني ان تلاقي الواحده مثلا خارجه حتى في الشوارع العاديه، بلاش القبور. موضوع التعطر ده بصراحه يا جماعه فيه والله نهي شديد ووعيد من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرجت متعطره فمرت على قوم فشموها فهي زانيه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن عندي تعليق يعني بسيط. فمعلش موضوع الرواح يا جماعه ده يعني برضه يعني هو اتقي الله شويه بقى في الشباب وفي الناس خاصه في الغلاء. النصيحه هي يقصد التعطر الفواح اللي هو التعطر الفواح، مش التعطر البسيط، لان في مزيلات بتبقى يا جماعه والله انا راحتها خفيفه كده. الست يا ريت يا ريت يا اختي في الله او يا اي فتاه بتسمعني الان تتعطري لزوجك وتعملي في البيت، ده انت كده الاسلام دعاكي الى اكثر من ذلك. اي حاجه في البيت بقى ان شاء الله تقلب البيت كله بخور ولا عطور، لكن احنا تلاقي العكس بيحصل بقى في البيت، متبذله في ثيابها معذره يعني، بحيث انكم حاطين بقى الحريم، احط معاكم انا كمان بقى الحريم شويه او الستات شويه في البيت تلاقيها متبذله او مبتذله في الثياب. يقلبوا علينا دلوقتي. والكريمات والحاجات اللي انتم عارفينها ديت تلاقيها غايب عنها في البيت، لكن يا سلام بقى لو طلع مشوار كده بقى ولا رايحه مكان شد نفسها على سنجة عشا زي ما بقول. لازم طبعا. فيا جماعة لا لا الكلام ده كله خطأ. أصلا نهى عن ذلك نهي صريح وواضح جدا، نخلي بالنا من مثل هذه الأمور، ويبقى من آداب زيارة المقابر الاحتشام. الاحتشام. طبعا في نقاط أخرى في آداب زيارة القبور هنتعرف عليها، بس معانا اتصال هناخده من أستاذة ليلى. اتفضلي يا أستاذة ليلى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم سيدنا الشيخ؟ اتفضلي يا فندم مع حضرتك. السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. لو سمحت انا معايا حكايه ابويا توفى عن الانتحار بسم. لا ايه؟ شرب سم. تمام. شرب سم وانتحر بيه. لا حول ولا قوه الا بالله. كان قبل ذلك يعني كان عامل خناق مع امي ومع والدتي ومع اخواتي في البيت، وما بيكلمهمش خالص. تمام. وحتى انا يعني لما اجي بيته ما كانش بيكلمني خالص ولا بيكلم ابني. ليه السبب يا فندم؟
كان هو بصي يعني ماشي مش ماشي في طريق مستقيم، كان بيروح زماره وكان بيصرف في الفلوس. ده اللي احنا بنحكيه يا استاذه هنا، البعد عن ربنا بوصل الانتحار في الاخر. جميل. وكان بيجيب قروض وبيصرفها على ديون. نعم. ربنا يغفر له ويرحمه. بيصرفها على ايه؟ بيصرفها على كان بتعاطى الافيون. نعم ربنا يرحمه. نعم. ويعفى عنه. سؤال حضرتك اتفضل. ما حكم الدين في ذلك؟ في ايه؟ في الانتحار؟ ان هو انتحر يعني؟ ويعني وحالته يعني وعيشته ما كانتش في رعايه ربنا ولا كان. بص يا اختي، يا اختي في الله، ادعوا له برضه بالرحمه. يا اختي في الله، انا يعني نسال الله سبحانه وتعالى الرحمه والغفران لوالدك ولجميع موتى المسلمين ان شاء الله. احنا عمال عند حضرتك اسئله ثانيه. طيب ما في سؤال واحد بس لو سمحتي. يعني اتفضلي. كان هو قبل ما يموت بيوم كان بيلومنا، مش عارفه يعني اللوم ده يعطي ذنب لينا ولا ربنا يعتبره لنا ذنب، ولا هو بيلومنا عشان هو مش يعني يعمل حاجه كويسه في الدنيا ولا ايه؟ واحنا ما واجبنا نحوه دلوقتي. طيب ما هو انت برضو كان لازم تسالي ما واجبنا نحوه قبل ما يموت، انتوا ما هديتوش ليه للطريق المستقيم؟ احنا بصي ما كناش بنعمل اي حاجه غلط، احنا كنا بنكلمه وما بيردش علينا، وانا لما كنت باجي كان بيمسيني بيقول لي انت امشي. تمام ماشي يا فندم. فضيله الشيخ هيجاوب على حضرتك واشكرك على اتصالك. هي يعني الاول الانتحار وحكمه في ده معروف يا جماعه، دي كبيره من الكبار والعياذ بالله. نعم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن برضه هناك اختلافات، ان اصل في بعض الاراء بتقول ان هي بتدخل النار وان هو كفر. لا يا جماعه، مسألة الكفر ديت فيها خلاف. بالظبط، هو حكمه عند ربنا، ان شاء غفر له وعفى عنه وادخله الجنه، وان شاء عاقبه على فعله كبيره من الكبائر. الله سبحانه وتعالى. نعم. ده الراجح فيها، لكن احنا بنقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال صراحه من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يعذب بها يوم القيامه في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه يوم القيامه في جهنم خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. نعم. الى اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالانتحار يا جماعه ده كبيره معروف. لكن كونها تدخل النار ام الجنه فدي على ربنا. لكن نعم. انا بقى مطلوب مني ايه؟ حضرتك بتقولي الوالد ما كانش ملتزم وكان بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى وكان في سكه غلط. مطلوب منك يا اختي في الله انك انت دايما تكسر الدعاء له. نعم. وصيكي في كل صلاه، كل صلاه ادعي ربنا كتير، واخواتك يدعوا معاكي ان ربنا يرحمه ويغفر له، زي ما احنا قلنا قل رب ارحمه كما ربياني صغيره. ده اقل فضل عليك ان هو رباك وانت صغيره، حتى لو ما عملش حاجه معاكي بعد ما كبرتي. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. وسبحان الله ديت يعني ملمح جميل في الايه، شوف ربنا بيقول ايه؟ كما ربياني صغيرة. نعم. يعني مش لازم ان الوالد يكبر بقى ويكمل للاخر. ده لو هو خلاص طالما يعني كان سبب في وجودك للحياة ورعاك طفلة وانت يعني قطعة لحم ما زلت، فده فضل لوحده كبير مطلوب مني ان انا ارده بقى. ادعو له. خاصة زي ما حضرتك قلت الحديث. الميت اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث. واحنا عندنا رواية سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله يعني هل بقي علي شيء بعد موت ابوي ابرهما بهما؟ اهو بعد الموت بقى اهو في بر مطلوب، زي ما في بر في الحياه في بر مطلوب برضو بعد موت الابوين. يا رسول الله هل بقي لابوي بر ابرهما بهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، اكرام صديقهما والدعاء لهما وصله الرحم التي لا توصل الا بهما. يبقى شوفي ابوك كان مصاحب مين، ورحمه مين، اخواته مين، قرايبه مين، اخرجوا له صدقه ادعوا له صليهم. نعم. يا اختي صلي الارحام. نعم. صدقه كل فتره. الدعاء طبعا الدعاء قد يغير القدر يعني، فده مطلوب منا جميعا. نعم. مش حتى لو هو انتحر ولكن ادعوا له، فقد يكون قدره النار لكن دعائكم يدخلوا الجنه. بنتكلم بصفه عامه، حتى لو ما فيش انتحار وجميعا كلنا مطالبين بكده. مش نعم. لازم هي بس حالتها، احنا مطالبين ان احنا نبر ابوينا، ده مطلب شرعي مطلوب مننا. بعد موت الابوين مطلوب ان احنا نستمر في البر. نعم. بالشكل اللي احنا قلناه ده، اكرام صديقهما. الوالد كان مصاحب مين؟ او كان يعرف مين؟ حد في الجيران، حد في مكان تاني، هو كان في علاقه طيبه بينهم، انت واجب عليك تروح تجدد العلاقه ديت. ولذلك سيدنا عبد الله بن عمر في يوم من الايام لما قابل رجل اعرابي بسيط في المدينه، فسيدنا عبد الله بن عمر يعني بمقامه العالي فجه نزل من على الدبه بتاعته وركب هذا الاعرابي على دبته واعطاه عمامته التي كان يلبسها سيدنا عبد الله بن عمر. فبيسالوه يعني يا عبد الله اصلحك الله عن النام الاعراب وهم يردون باليسير، ما كانش مستاهل انك انت تركبه وتديله العمامه بتاعتك. فقال له يا هذا ان والد هذا او ابو هذا كان صديقا لابي، واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر
صله الولد اهل نعم ود ابيه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيزور اصدقاء السيده خديجه. نعم الجماعه اللي هم كان او ابويا بيودهم او هم بيودوا ابويا. نعم. ان بر البر صله الولد اهل ود ابيه. نعم. فخلي بالنا من الحاجات دي كلها. معانا اتصال من ام عبده. اتفضلي يا ام عبده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. وحضرتك طيبة. اتفضلي. لو سمحتي اسأل بس فضلت الشخص سؤال. مع حضرتك يا فندم. لو سمحتي يا شيخ، هو انا لازم اروح المقابر ازور ولا ادعي للميت في البيت؟ والافضل الدعاء ولا القرآن؟ تمام. عند حضرتك اسئلة ثانية؟ لا الف شكرا. فضلت الشيخ نرد. شكرا على اتصالك. وفضلت الشيخ هيجاوب على حضرتك، ولكن سريعا لان الحلقه اوشكت على الانتهاء. مش ضروري مش ضروري انك تروحي، واحنا قلنا الاولى ما تروحيش. ولو رحت تروح بالشروط اللي احنا قلناها في اول حلقه. الدعاء بيصل في اي مكان وانت في البيت. تمام. هرجع لاستاذ عفاف. ويا استاذ عفاف، دايما احنا بعد العيد بنحس باكتئاب، يعني بنبقى خارجين من فرح كده وسعداء، وبعدين في طاعات. يعني احنا في عيد الاضحى بيبقى في حج، وفي صيام العشر من ذي الحجه الاوائل، في صيام يوم عرفه، في بعض الطاعات اللي احنا صله الارحام وحاجات كتيره بتبقى لازم نعملها قبيل العيد. احنا بنخرج من الحاجات الجميله دي، الروحانيات العاليه، لبعد العيد بنشعر باكتئاب ان الحاجات دي ضاعت مننا. فازاي اعود نفسي على الفرحه ان هي تستمر معايا في يعني بعد العيد؟ تمام. زي ما ذكرت بالظبط استاذه هنا، ان احنا خرجنا من العيد بعبادات والحمد لله ربنا تقبلها مننا. ومن الذنوب محت، وعبادتنا رفعت، والرقاب بعتقك من النار ان شاء الله. ان شاء الله. اللهم امين رب العالمين. فبالتالي لازم يكون داخلنا فرحه. نعم. ان كل ده تحقق. فمفروض بقى في هنا الهمم والروحانيات تبقى موجوده داخلنا. هي دي بقى اللي هتكون دافع لينا في المرحله ما بعد العيد، ان انا ما اخليهاش يعني اخليها مش عاده، لا ده انا اخليها يعني ما اخليهاش مره واحده اللي هو على العيد بس، لا خليها عاده على طول. تمام. بنحول عبادتنا لعادات. انا اتصدق، انا اتزاور، صله ارحام، التعاطف، نأسر الاخرين عن انفسنا. فكل ما مر بينا بنحوله من عباده لعاده. نعم. فده بنبتدي نكون روحانياتنا مرتفعه دايما مش على العيد بس، وبنشوف السعاده في الاخرين. يعني بما حولنا هم بيشعرون بالسعاده بالعطاء المستمر. نعم. تمام. هرجع تاني لفضيلة الشيخ واتكلم عن حكم وضع الاكاليل من الزهور على القبور، ووضع جريد النخيل، خاصة ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر على قبرين وقال انهما ليعذبانهما يعذبان يعني الكبيرة، وان هو اخذ جريدة وكسرها نصفين ووضعها على القبر. فدايما بياخدوا اما الجريد يا اما بقى اكاليل الزهور ووضعها على القبور، فحكمها ايه؟ طيب، هي موضوع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ جريدة وشقها نصفين وضعهما على قبرين، كان يعذبان كما سمع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم القبرين. فديت العلماء اختلفوا فيها، والراجح أنها من خصوصيات سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، هي خاصة بسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأكاليل يعني بقى دلوقتي يعني احنا فاهمين غلط كده. يعني معلش، النهارده انت ممكن تشتري مثلا بالشيء الفلاني ورود وزهور تحطها على المقابر بعد اتصدق بهم بعد ساعه ولا بتاعت الشمس. طب ليه؟ طب انا اطلعها صدقه ينتفع بها هذا الميت. نعم. افضل. فيعني ديت مش مساله شرعيه خلاص معانا، يعني هي ايه؟ هي من العادات. يعني لا نحرمها ولا نبيحها يعني بالشكل المطلوب يعني، لكن هي ولكن عادة. الافضل ان عادة. احنا نخرج من الاولى ثمن الاشياء دي والزهور دي صدقه على الميت. مزبوط. تمام. مزبوط. برضو لما باجي اتكلم عن بعد العيد، المفروض ان السعاده اللي انا فيها دلوقتي عشان اخليها تستمر، ايه اللي وصلنا بيه الرسول او وصلنا بيه الاسلام ان احنا نظل سعداء لبعد العيد مش بس في الاعياد فقط نفرح؟ والله يا استاذه هنا، عشان نستمر في سعاده يا جماعه وتفضل بيوتنا في سعاده دايما ومفيش مشاكل عندنا في البيوت، دايما انا اوصيكم واوصي نفسي دايما نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى. كل ما تبقى قريب من ربنا ومنتظم في الصلوات الخمس هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالك. كل ما نبقى عندنا اخلاق واداب ونتعلم اخلاق سيدنا الرسول، امانه والصدق والحاجات دي كلها، دايما هنحس بالسعاده في بيوتنا. لكن الحاجات اللي بتغيب عننا عن بيوتنا اصبحت بيوتنا اقل قبور اللي احنا بنتكلم في حكمها الان.
فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال البيت الذي لا يذكر فيه اسم الله كالبيت الخريب. فدي برضو حاجة نخلي بالنا منها. يا ربنا بعلمنا يقول سبحانه وتعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة. قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فدائما نحافظ على علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى، وخاصة يا جماعة في الأيام الكريمة اللي احنا فيها. نحن في أيام التشريق، أيام التشريق اللي هو 11 من ذي الحجة والثاني عشر والثالث عشر أيام العيد، ده أيام تشريق ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالفرح فيها، وسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك فقال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. يعني دي ملمح جميل من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي وصية غالية قوي. إحنا نفرح بالعيد ونوسع على نفسنا والناس تاكل وتشرب وتعمل زيارات وفسح والكلام ده كله مطلوب، لكن أربطها دايما بالطاعة. يعني أنا النهاردة مثلا أخذ أولادي في فسحة وخروجة برا، أنا أجدد نية كده إن أنا إيه بفرحهم، يبقى أصبحت زي ما الأستاذة قالت بالنية تنقلب الإيه العادة إلى إيه عبادة. جميل. نعم. فدايما ننوي الحاجات دي، تفرح أولادك، وسع على أولادك في الأيام دي، تزاوروا تتواصلوا الكلام ده كله، لكن دايما يكون في حدود الشرع. وبنأكد برضو على موضوع التعطر والزنا اللي بتحصل من بعض الفتيات والمخالفات الشرعية في أيام العيد، هذا يعني فيه نهي شديد من سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فدايما نكون قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، ونكون يا جماعة قريبين قوي 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 بالذكرين لله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأيام. بنكبر بقى التكبير اللي احنا عارفين تكبيرات العيد دي، في تكبير مقيد بعد كل صلاة من الصلوات، فيه تكبير مطلق في طول الأيام بقى، في اي وقت وانت قاعده في البيت وانت في الفراش وانت خارج وانت في اي مكان، نكبر التكبير اللي ربنا سبحانه وتعالى قال ولتكبروا الله على ما هداكم. ففي الايام ديت مطلوب منا ذكر الله سبحانه وتعالى، نحافظ عليه زي ما ربنا قال واذكروا الله في ايام معدودات. هي دي الايام المعدوده زي ما سيدنا عبد الله برضه لما اجي اختص يعني بالكلام صله الارحام ماشي، وبعد كده كمان عايزه حكم يعني مش هخلي مشاركه الايتام والفقراء في العيد مش هخليهم بس على العيد، لا ده انا عايزه نصيحه بقى ان انا اخلي المشاركه دي للايتام والفقراء والمساكين واتودد اليهم وارعى احتياجاتهم لما بعد العيد او للايام كلها. يعني كلمنا او اعطينا نصيحه علشان نستمر في ذلك. خير المسلمين وانفعهم للمسلمين هو من كان نفعه متعدي الى غيره. يعني مش فقط عايش عشان العيد بنفتكر في يعني الايتام والفقراء ويوم اليتيم في السنه. بالظبط. انا كراجل مسلم ادين الله سبحانه دين الاسلام وسماحه الاسلام واخلاق الاسلام ورحمه الاسلام، لابد ان انا اتواصل مع من حولي. يعني اي فقير حولك، اي واحده ارمله انت عارفها بتعول اولاد، او واحده مطلقه عندها اولاد، او واحده بتتجوز او 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 مثل هذه الحالات يا جماعه، والله العظيم ديت سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال احب الاعمال الى الله انك تجري مع الجماعه دولت. لما قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله، قال ايه؟ قال كسره الذهاب الى الحج كل عام او لا لا لا، قال صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادخال السرور على المسلم. نعم. تكشف عنه كربه او تقضي عنه دين او تقضي له حائجه، ولا ان امشي في حاجه اخي خير لي من ان امكس في هذا المسجد شهرا او اعتكف فيه. وده اللي انا يمكن ذكرته كتير في احاديثي في الحلقات الماضيه، وخاصه ابتداء من العشر الاوائل من ذي الحجه وبدايه ان احنا اتكلمنا في اركان الحج والحج نفسه، ان يا جماعه في ناس يتباهوا بالحج كل سنه او العمره. نعم. سنة كل سنه وعندنا فقراء وايتام وعندنا ظروف اقتصاديه وعندنا ديون وعندنا الناس، لا الاولى الناس دي، الاولى الناس دي. ايوه ده الاولى فعلا، مظبوط الله يكرمك. الاولى ان الناس تخلي بالها من الناس دي يا جماعه، الناس دي هنسال عنها يوم القيامه. يعني هناك دولت فرض مقدمين على نوافل، انت تروح العمره دي نافله، انك تروح العمره مره واثنين وثلاث دي نوافل، وخاصه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج الا مره واحده وهي حجه الوداع. نعم. فهو كل يوم لا نعصي الله فيه فهو يوم عيد، كل يوم نتذكر الله ونشكره ونحمده ونستغفره فهو يوم عيد. وعن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضانا وقال ليس العيد باللبس الجديد، او ليس العيد بلبس جديد، وانما العيد من امن يوم الوعيد.
أشكركم مشاهدينا في نهاية حلقتنا أو فقرتنا هذا عيدنا، ولكن دعوني أشكر الأول ضيوفي فضيلة الشيخ ياسر عبد القوي الداعية الإسلامي. نورتنا يا فندم النهاردة وأشكرك على تلبية الدعوة، خاصة أن اتصلت بحضرتك في وقت متأخر بالليل وهو استجاب وأنا بشكره جدا، وبشكر أستاذة عفاف عيد الخبيرة في التنمية البشرية، نورتينا النهاردة يا فندم، وإن شاء الله نلتقي في حلقات أخرى. ولكن قبل أن أختم أود أن أعيد على جميع المصريين كل سنة وحضراتكم طيبين، وأخص بالعيد أو بالتهنئة على ابنائي محمد وساجده وامي، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا، وعلى زوجي الحبيب ضاحي، كل سنه وكل اهل مصر طيبين، والى لقاء اخر، وغدا استنوني، وهذا عيدنا.